تحية للشعب مصر العظيم صانع الحضارات ومهد العطاء والبطولات، وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار على مر العصور الذين أكدوا بتضحياتهم أن الخلود مرتبة لا ينالها إلا من وهب نفسه لأمن الوطن فداء. واليوم وعلى بعد خطوات منا يشاركنا احتفالنا عدد من أسر الأبطال، أبطال مواجهة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. السيدة شاهيناز مصطفى، كريمة البطل اليوزباشي، مصطفى كمال الصياد، قائد مجموعات المقاومة العشرة. السيد محمد حسام الدين، حفيد البطل، القائم مقام حسن رشدي، مفتش المباحث العامة ببورسعيد الذي ألهب المقاومة الشعبية ضد المحتل. اللواء بالمعاش السيد إسماعيل عرابي، نجل رقيب الشرطة، البطل الشهيد إسماعيل علي عرابي الذي فدى بحياته مجموعة من الفدائيين وأوصى بأن يصبح ابنه ضابط شرطة. السيد السعيد الرفاعي حمادة، نجل شقيق الجندي البطل الشهيد السعيد محمد حمادة الذي أبهر العالم بشجاعته وبسالته في حماية القنصلية الإيطالية أثناء العدوان الثلاثي. العميد أركان حرب بالمعاش عبيد محمود سالم عبيد، والد البطل الشهيد رائد شرطة مصطفى عبيد سالم، ونجل البطل الشهيد جندي قوات مسلحة محمود سالم عبيد والذي استشهد خلال معارك عام 1956.